خير عليكم حبايبي، كيف حالكم؟ اخباركم؟ وحشتوني من اخر فيديو. تعالوا مع بعضنا اليوم نديروا كيكه شاتو الخلاط بالشوكولاته والمكسرات. في الخلاط ضفت 4 دحيات، كوبايه الا ربع سكر، فانيليا، ربع كوب من الزيت، كوبايه حليب، الدقيق طبعا كوبايتين، بس انا ضفت اول حاجه كوبايه دقيق، بعدين نص الكوبايه كاكاو خام اللي هو الغامق، وكملت بالدقيق وضرب بيكنج باودر او اللي هو الكيك شيف. المكونات كلها في الخلاط نضربوها كويس، نكون مجهزين الكوش على درجة حرارة 180 او 150 من تحت. حطيت الكيكة كلها في الطاجين وعطيتها خبطين مش يطلع منها الهواء. في نفس الخلاط نجهز له الشوكولاتة ونفس الكوباية، ضفت نص كوباية من الحليب، كوباية من المية، ونص كوباية سكر، وكشيكين كبار من النشا، وكشيكين كبار من الكاكاو الخام الغامق. نضرب المكونات كلها في الخلاط مع بعضها. لو تبوا مثلا نضيفوا شوية فانيليا، شوية نسكافيه، شوية قهوة عادي. بعدين هنا حطيتها على النار، أهم حاجة على نار وسط، نقدر نقلبه لعند ما القوام يقعد يتقل. لو حسيتوه مثلا تقيل واجد خففوه بالحليب. بعدين هنا ضفت شوية زيت أو زبدة تعطي يعني لمعة. هكي الكيكه بتاعتنا طابت، طبعا كانت بارده الكيكه مش ساخنه، درت لها كلها ثقوب مش تشرب يعني الشوكولاته. بعدين انا ضفت عليها الشوكولاته، كانت ساخنه بجد، طريقه تهبل وسريعه وما خدتش مني وقت. اهم حاجه الترتيب في المطبخ وفي المواعين. حطيتها هكي خبطين، وكنت مجهزه شويه مكسرات ضفتها فوق الوجه، بجد طعمها تهبل. حطيتها طبعا في الفريزر شويه باش تسقع، وجهزت فنجال من القهوة. أنا نستنى في التعليقات الحلوة، لكن التعليقات السلبية ما عنديش ما ندير، مش عارفة شو ندير لهم. التعليقات السلبية عادي نتقبل النقد أو التعليق مثلا بطريقة حلوة بطريقة شيك، لكن التعليق السلبي هذا ربي يهديكم وخلاص، ونشوفكم حبيبي إن شاء الله مرة أخرى.